احمد، احنا عارفين ان انت عملت اغاني حلو، بس قبل الاغاني دي اكيد في مشوار صغير كده كان لازم ايوه تعدي بيه علشان توصل لان انت بقى تمسك معاك والناس تسمعك. احكي لي بقى ازاي انت بدأت احترافيا ان انت تغني. طبعا. يعني انا دخلت الاوبرا بعد ثانوي عام على طول، هايل. اختبرت في مركز تنمية المواهب، سمعني دكتور عبد الوهاب السيد ودكتور عمرو حسن، دول دكاترتي اتعلمت منهم حاجات كتير قوي، وانضميت للفرقة في الاوبرا. طبعا عملنا حفلة، كانت اول حفلة ليا على المسرح الكبير. طبعا ده كان انا كنت بعدي من قدام الاوبرا، بس حلمي ان انا اخش بخاف. اغني، ان انا اغني على المسرح الكبير، يعني من اعظم المسارح في مصر. فدي كانت خطوه ليا حلوه قوي، وحسيت ان ربنا مميزني في حته معينه، وشفت حاجات كتير هتتحقق بعد كده. وفعلا بعدها بحاجات بسيطه، يعني كنت من الناس اللي اترشحت، غنيت قدام سياده الرئيس في يوم الشباب المصري في 2016. ده برضو كانت خطوه ما نسيتهاش خالص، دي وابتدى خطوة من بقى أهم الخطوات، طبعا يعني في ان انا في ردود وقت بيعيش قليل، عمرهم كله ما بينالوش ان انا في وقت كمان الواقعة دي. قليل يعني. فبعدها بقى بقيت في حفلات الاوبرا، يعني يجي لي شغل بره، ابدا بقى اهتم بالسوشيال ميديا، انزل فيديوهات، الاقي الناس بتتفاعل معايا وهكذا يعني. ايوه، الحاجات المكملة دي للمطرب دي اللي بتفرق جدا دلوقتي في طبعا عصر السوشيال ميديا. طبعا، والتخطيط يعني، هو يبقى عارف هو عايز يروح فين، يعني في حتة معينة.